بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك ما حكم لبس الملابس الضيقة للنساء أمام الأقارب للمرأة وكذلك أمام النساء في الحفلات؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق لا أمام النساء ولا أمام المحارم ولا أمام الأجانب، تلبس اللباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من أعضائها إن كانت تخاف من النار. أما إذا كانت ما تخاف من النار فإنها تفعل ما تشاء والنار أمامها. نعم. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب.